الشباب، انا اولا جمعتكم باش نشكركم على التفاني ديالكم في العمل. الا كنتي غادي تشكر شكر كل واحد هكا قدامنا تقول لنا تفاني ولا ماشي تفاني. انا ودنيا راكنا كابابل خدامين مزيان. مرضي تفاني هو شتي تخلف على الهضره كيفاش دايره حوار تخلف. ايه صافي الله يعطيك الخير. دابا غير انت ودنيا اللي خدامين في هذه القهوه هذه، حنا في المعسكر مع المنتخب. اسمع على ودنيك السي المهدي. شتي سي مسعود ما كيجمعناش على الخاوي، كاينه شي حاجه. طاريزون ياك باش نبلت قلت لك اودي سي مسعود باين جمعنا على شي حاجه ما كيجمعناش على الخاوي. انت يا فراسك فين جمعنا على العامر هاد بوك؟ ما عمرنا عشنا مع شي نهار مزيان. اش قال؟ قال لك التفاني هو قال التفاني كريم. يا خلينا الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم. ثانيا انا غنقول لكم واحد الخبر وان كان شويه خايب وحزين. ملي حزين تحسوب انا كخويا. ليك لاباس السمسم. كخويا تحسوب. هذا راه ديال العين. باقي. واش تقول لي غادي تموت؟ مات ولديها في عينيا. تتفايل عليا بعد منك. اسمعوا مزيانكم. غادي نسافر. غادي نمشي لواحد العرس في اكادير. واخا عشينا حتى انت. كاع خبر حزين. وغنغبر عليكم السيمانه قليله. لا مزيان مزيان، هذا راه ماشي خبر خايب، هذا راه عيد، عيد وطني. ترى عيد الحب هذا. سير اسيدي انت والباتور شوف، وباش ما لقيتي تبعد وبقى بزاف. لا غير لي علاش انا حزين باش نشرح لكم علاش، لانه انا غنخليكم بوحدكم والخدمه بلا بيا راه خساره. ايه خساره انت في الدنيا اصلا. قلت لك مزيان اكادير فيها شويه الهواء مزيان وحتى الماء ديالها قلت مزيان. هاد خليت لكم القهوه امانه. خليتها لك امانه. اديو نو مو كيت با سير، الله يحفظك سير. الدوام لله. شوف الله يجعلها مغفره للذنوب. غندعو معاك. سي مسعود يقولون في كتابات التاريخ حتى في مقدمه بن خلدون واشار لها حتى في مجموعه منها ان المسافر لابد له من زاد، فهل اعددت زادك يا مسعود؟ لا طبعا انا غادي مسافر وديت معايا شويه حويجات اللي يقدوني يكفوني انا والمراه. هذا خطا خطا. واش جيتي معاك شويه ديال الزميطه؟ لا. ايه واش كاين شي واحد كيسافر بلا زميطه؟ لا. عمرك سافرتي انت بلا زميطه؟ واش هذا غيسافر بلا زميطه؟ بلا زميطه. صافي غادي بالتمر؟ لا. واش كاين شي واحد كيسافر بلا تمر؟ كاين شي واحد كيسافر بلا تمر؟ وانا خالي مسكين مشى بلا تمر. ايوا مشى مسكين ما بقاش كيعيط لينا. سي مسعود انا غادي نعترف لك بواحد الصراحه، انا حزينه لحقاش غادي تسافر، ولكن انا فرحانه حيت غتمشي لاكادير. اكادير مدينه زوينه ما كرهناش كون مشينا معاك، وما نقدروش نمشيو معاك لحقاش القهوه حنا خصنا نخدموا فيها، ولكن ما تنساش خليتي وراك شويه الرجال وبزاف العيالات. الله يرضي على بنتي الله يرضي. غير هو باش نشرح لكم مزيان، راه الزاد ديال السفر هما الفلوس والتقوى واللقوى. غير هو ولدو فيلم طريق السلامه. تفاني هو. كي جيتك؟ سربايا صافي خصك البلاطو. والله تم حساد كوم دابيتود. يا ولا كيهضر شي شويه. قول لي هاد النهار بالي فحال السيبه، كلشي مزيز كلشي خارج كلشي مالكم؟ حتى انا المهم راني خارجه. انت خارج؟ واش انت خارج؟ راه انا اللي غادي نخرج وانا اللي غادي نخرج الاول. نوبتي انا عاد المرضي عاد نديسكوتيو. انا اللي غادي نخرج لحقاش انا اللي بصح حوايجي الاولى. انا هضرت ديجا كتبك الطق معايا مروح الله مرسي جليلي. كيجيك حبيبي تاعي غزال وفيك تعب في العرس ديالنا. غادي نخدم انا في بلاصه الجوق، وفلوس ديال الجوق نديرو بها شي حاجه نشريو بها شي حاجه. وحدك النوبه ديالي عطيها للدنيا عافاك. سيري انت خرجي مع راساتك ارتاحي، وانا غنعصر القهوه ونخرج نسر بها في بلاصتك. وفاش جيت تلقاي البوربور ديالك. واش انت شويه لا؟ الشيء هادشي اللي كدير كامل كنحماق عليه وكيعجبني، ولكن راه ما غاديش نتزوج بك لحقاش ما كنبغيكش. حبيبه ديالي طلق مني. روميو راه انتحر على ودي جولييت. عمرك شتي راسك في المرايه؟ اه. اذا غتكتشف بلي انت ماشي روميو، وجولييت راه حتى هي انتحرت على ود روميو. تبقاو تخربقوا دابا. انا راه ما سميتش لا جولييت ولا عبله ولا ليلى، انا سميتي الدنيا. وعمري ما غنتحر على مدرد بحالك. خليك زيد يا حبيبي انت. يلاه زيد معاه. جاب الدراري ستون. شكون هما هاد الدراري؟ راه قلت لهم يجي عندنا القهوه ما غيكونش مسعود، نتلقاو شويه موسيقى ونشطحوا. تو في سا ديغيغ مسعود؟ تو فرونس تخي بيان، وراه غتشدي على هاد الفرنساويه. هادشي ماشي سوقك، ديها سوق راسك. هاو ماشي. صمد سير اخويا طرافيا فين عبد الجليل؟
العالي معاك ماما دوق سيرا وين تدخل شتكم تزيزتون انتوما بحال الا كاع ما كاينينش دوق الكاميرا الكرة دابا كيتفرج فيكم وهو متكيب حتى غازل قال لك تقادو قال لك هادوك الدراري اللي كاينين اللي اش داك عندهم راه كبر منك خليهم الكبر فيهم تو معايا دابا انا راك متخربيط شنو غنديروا في هاد الكاميرا شوف انا عندي واحد الحل شنو اللي بغى يخرج غيخرج بالحوايج ديال الخدمه باش كاع الا شافوها في الكاميرا غنبانوا ليه غير مشينا نتسخروا واش دابا انا غادي نبدل هادشي كامل عاوتاني اه عافاك استاذ مرحبا بك استاذ سكت ولدي الله يخليك جيبي لي قهوه طاليان سكره ونص علاش قصو حيت الوجه كبير قداش باش عرفتيني سربايه مكتوبه ليا في جبهتي لا مكتوبه في قميجك تلخي راسك بركه من الضحك بركه واللي جابت جبالي سربايه شرحوا لي هذا كيفاش حنا دابا الربعه ديال العشيه ويلاه سربيتو اربعه لي كونسوماسيون القضيه غدا ونازله واش دايرين كتصدقوا لي كونسوماسيون ولا شنو دابا الا سولكم سعود قولي القضيه غير هبطات شي شويه ومع الركود الاقتصادي وما داكشي صافي راه هادشي اللي كديروا فيه راه ما خدامش وانت ملي غايجيب باك حريرتك معاه شرف صاحبي واه مهدي مالك كتغوت مالك انت باين مسالي راسك وما عندك ما يدير كون كان عندك ما يدير كاع ما جينا للقهوه هضره ماشي اسلوب ديال الحوار وهالطريقه اللي كدير راه كتجلي بها على الكليان هضره ماشي سيرفيس عافاك ما تمشيش عافاك بقى معنا عرفتي الا مشيتي معناتها كتكونسومي بزاف الا مشيتي غنسدوا المحلات القهاوي كلهم ديال الدار البيضاء غيسدوا الله يحفظك والتسير بغيت تشرب شي حاجه تشربها وبغيتي سير في حالك ياك جيب لي طاليان ما يمكنش علاش ما يمكنش طاليان بعيده ولا ياك ولا دمك خفيف اضحك كنتي الصيد اضحك كنضحك عليا دابا انا دابا انا كترد الضحكه لا كنضحك معاك كاين الفرق شنو تشرب دابا طاليان اجينا ما تجيبهاش لي انت شي واحد اخر اللي غيسرب لي مرضي التحق جيب لي قهوتو على السلامة خصنا نزغرتو باش هاد السربية عندك عباد الله ما كيعرفوش شنو هو الكليان مالك كتغود دابا غتشرب قهوة تخربق لنا القهوة كاملة ولا شنو ها القهوة ديالك شربها وهذاك السربية كيتفلى عليا ملي قلت لي جيب لي طاليان قال لي بعيدة وراه بعيدة الطاليان ما كذبش عليك الطاليان راه ما كايناش هنا وهذيك البنت هذيك البنت ترزقي هذيك ما تبقاش تعلي هذاك الصباع نحيدو لك ناكلك اشنو بغيت دير؟ قلت لك راه نقدر نتمكن لك مزيان قول لي انت بعدا شنو كدير في هاد القهوه راه كنعصر يعني البريصه اجدك تجيب لي قهوه انا كلشي كيسربي غارديان يقدر يجيب القهوه عادي فان بيناج حتى هي تجيب القهوه نشوف هاد القهوه اللي عندك كي دايره بسلامه يا لطيف يا لطيف يا لطيف اجد دق 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 هادي ماشي قهوه هادي لا ماشي قهوه انا نجيبك أول شيء هاد شيء مخشوط هاد شيء مخشوط تكتب عليه هاد شيء صمد شوفوا هو هذاك تعالي السلام عليكم السلام ورحمة الله بيت لقدم شكاية الكوميسارية في الدورة تبع الدراري اللي خرجوا دور على اللي صار واش باغي تسطري بيت لقدم شكاية بهاد السربية اللي في هذا المحل وتا انا راه خدام معاهم وكنفكر نقدم بهم شي شكايه اللي تكون هو راه هي هذيك راه هاد الايامات ولاو كيدخلوا ويخرجوا في الهضره دابا نصمتك لا حول ولا قوه الا بالله انا راسي فري ما كنجيش القهوه ديما وانما كنت داك العام والسيرفيس ديال داك العام احسن من ديال هاد العام ايوا هادي حاجه باينه حيتاش داك العام كان هو هنا اما دابا راه سافر وخلى الشمايت هنايا واش عيب الله كلشي كليان خرجوا بقيت غير انا بوحدي في هاد القهوه ايوا حتى انت كنتي تتبعهم ما عندك النفس ايوا سيدي الله يجزيك بخير شكرا بنادم كبير وما فيه نفس أو سمع مزيان شنو بنقول لك باك سيدي كان هاد القهوة بيكتبها بسميتك على انت فين كتعرف با انا الوالد ديك راه صديق ديالي منذ الطفولة زعما انت تكون اكثر من صاحبو ادريس باك سيدي جميع الاسرار ديالو كاينة عندي واش يقول انا في الاول اسمح لينا غوت عليك اسمح لينا قول لي شنو تشرب شنو نجيب لك شي حاجة شي حاجة نصب البدن انا بقيت هنا هاكا الخوي ديالك ها انت شتي كلشي واضح هادي لا زون مورت هذه هي اللي ما فيهاش الكاميرا المشكله ان هذا العصر بنين
والمرضي فاش كيبغي يصاوب العصير بغير راه كيصاوبو. مزيان مزيان. خافيش عليه هذا صحاب الوالد. وي لي زامي دو سون بابا. مولاي سيدي. ويلي. كنتي باغي شي كونجي. اييه. ما تقلش يا مان. اييه ماذا بينا. اسيدي قال لك الباترون خذ راحتك. الكونجي اي رقم بغيتي في الايام طلبوه من اليوم وانت راه في كونجي. علاش ما قلتيش لنا من الاول صاحبي الوالد هذا؟ اول ميرسي بوكو. شوف شرطه ليان ما طلعتش بعيده؟ لا هو القنصل العام حدانا وانا جيتي معشي ليه. الله يبارك صحاب الوالد كلهم. وانت يا بنتي قال لي غيجوجك والعرس كله على حسابه. واش انت متاكد بلي هذا بصح صاحب الوالد؟ صحاب الوالد هذا. صحاب الوالد الله يخطيك ونهار كبير هذا. مبروك. شكرا. انت مبروك حيت انتم بجوج غت. ايوا ايوا مادام انكم مجموعين غادي نقول لكم شنو كندير انا. غالبا انت غادي تكون جاسوس ياك جاسوس. كيعجبني. ذكي تبارك الله. الله يبارك فيك. قربتي ليها. المهم فرح مفاجاه. تستاهلوا كل خير. الله يحفظك. كتخدموا تبارك الله والله يودي. الله يبارك فيك. هو هو تسناو تسناو. السلام عليكم. قلتي الشلابيه. الله يرحم الله يا الغبارة يا شميتية. أنت ذاك المرضى مرشح غنكتب عندك بالقهوة شبعتك بالقهوة غنكتب بالقهوة وشبعتك أنت ذاك الضوء عليا ياك وهذاك السيد هما بعيدين يلا باغي الكونجي يلا كونجي طول الحياة سير يلا مش عارف نتسابب يلا لا ودنيا اللي باغا العرس باغا تجوجي باغا تدوزي هذاك الشهر ديال العسل عام يا سير الوالد. اش درت لك يا سيد اش كتضحك؟ اش درت لك؟ هو هذاك ميمون ميمون راجل راجل ونص واش حنا اللي عقران؟ الله يبارك فيك الله يحفظك شتي هذا في الوقت حداكم راه صاحبي يا الطفوله انا وياكنا هكا بالحق شوف بلاتي غير بلاتي نرجع من اكادير ونولي لحالنا كلش غاديين غير بقى تما غير بقى تما غنحكوا عليك ميمون ايوا الحاصل سي مسعود الله يعاونك باللغه.